شهدت كنائس ومطرانيات محافظة سوهاج إقبالاً كبيراً من المحتفلين والمهنئين بعيد الميلاد المجيد. وعبر المواطنون بمحافظة سوهاج عن سعادتهم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، متمنين الخير لمصر والمصريين. هنئ أنفسنا بإعادة انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا قلت النهاردة كنا بنصلي في كنيسة في قرية، قلت لهم كده احنا شيلنا الهم، شيلنا همومنا، شيلنا متاعبنا، شيلنا أتعبنا، وهو بمعونة الله وبتوفيق من الله مدبر الكون هيكون معاه. الحقيقة احنا بنشوف هذا الرجل رجل على مستوى المسؤولية، رجل دولة باقتدار، واحنا شايفين حوالينا البلاد والمناطق، ومش بس اللي حوالينا، والعالم كله بيئن تحت حروب وأوجاع وصراعات. احنا عاوزين مصر كلها تبقى بخير ان شاء الله كده، هو وعيد سعيد علينا وعلى الناس كلها، وبنعيد على مصر كلها اجمعين، لان مصر كلها امه واحده، وبنتمنى السلام يعم على فلسطين وسوريا وكل البلاد العربيه، لانه في الاول وفي الاخر كلنا شعب واحد. كل سنه طيبين، وكل مصر طيبه، وجلسه البابا طيب، والرئيس طيب، وكل مصر طيبه، وكل شعب مصر كله يكون بخير. كل سنه طيبين، ونتمنى ان شاء الله عيد سعيد على الجميع، وربنا كده يا رب يجعل الايام كلها بخير وبسلام. نهني العالم اجمع بميلاد السيد المسيح، وخاصة السيد رئيس الجمهورية والأنبا بابا تغدرس الثاني والأنبا أشعيا مطران طحطة وكل الشعب المصري. فإحنا نتمنى يكون عيد بسلام على الشعب المصري عامة كله، ويكون بسلام ويبعد الحروب عن مصر، وإن ربنا بارك مجال مبارك يا شعب مصر. من البلد مزيد من الخير والسلام في العالم كله وبين الدول كلها.